نروح لنجومنا المصريين قبل ما نرجع مرة تانية والحديث عن السوبر، ولكن في التوقيت الحالي شايفين طبعا المحترفين المصريين في كل جولة في الدوريات الأوروبية، بنكون بنتابع معاكم ايه اللي بيحصل من قبل الأداء بتاعهم ومشاركاتهم مع أنديتهم. كان في مشاركة مميزة للثلاثي محمد صلاح مع ليفربول، لمحمد عبد المنعم مع نيس، و مصطفى محمد مع نانت، ولعب الثلاثي في التشكيل الأساسي لأنديتهم مع بداية المباراة. خلينا نقول في الدوري الإنجليزي صلاح كالعادة بيسجل بيصنع، ففوز ليفربول كان مهم على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، وسجل الأول بضربة جزاء بعد كده صنع الهدف الثاني علشان يكون بيرفع رصيده من الأهداف في المسابقة في البريمير ليج للهدف رقم 5 في الموسم الحالي. أما بقى في الدوري الفرنسي كنا على موعد مع أول مواجهة للثنائي المصري محمد عبد المنعم مع نيس، مصطفى محمد مع نانت، والاثنين لعبوا من بداية المباراة واللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وأول امبارح مرموش سجل هدف مع فريقه أينتراخت فرانكفورت، خسر الفريق أمام بايرن ليفركوزن بطل الدوري بهدفين مقابل هدف، ولكن بنتكلم عن نتيجة وأداء جيد ومستمر من قبل عمر مرموش على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، إزاي بيكون بيساعد فرقته.